صباح الخير. النهارده الجو حلو، احنا شهر فبراير وده في تركيا مش بيحصل كتير. في مكان حابب ان انا اروح واصور فيه وافرجه لكم، مكان كده ما بين ورد وزرع وشجر وبحر ومكان مختلف شويه. هيعجبكم المكان، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان تشوفوا الحاجات القديمه وتشوفوا الحاجات الجديده اللي هتنزل، وطبعا تعملوا لايك وكومنت هنا للفيديو ده. فتعالوا نشوف المكان ده بيقول ايه. الجو ما تحسش ان هو احنا في الشتاء خالص، يعني تحس ان انت مثلا في شهر 5 في شهر 6، او اللي هو الجو الحلو اللي هو بتاع اللي هو قبل الصيف بشويه صغيرين. زراعه بتاعت الحاجه او تجهيز النباتات او كده مختلف. هو عباره عن الناس كلها اللي بتشتغل في المجال ده في يلوى بيستاجروا اماكن بمساحات معينه وبيبداوا ان هم يزرعوا فيها الحاجه بتاعتهم. يعني المكان ده على فكره مشهور ان هو بيصدر الحاجات بتاعته ده بشكل كبير. انا كان ليا واحد صاحبي في الكويت كان جاي عايز، كان المفروض هو بيجيب النباتات بتاعته والزهور بتاعته من هولندا قبل كده، ولما اكتشف المكان ده بدا ياخد من هنا، لان الحاجه هنا تقريبا ارخص تقريبا، وفي نفس الوقت الدول زي دول الخليج في الشحن والكلام ده بيبقى بالنسبه لهم اسهل وارخص واحسن، فبداوا ان هم يتعاملوا ياخدوا من هنا. يعني ده المدخل اسمه يلوى جاردن، يعني او حديقه يلوى حاجه كده. كوريا ياسر المكان ده طبعا فرق لما بتيجي علشان عندك شغل تاني، وفرق ما بتيجي علشان تصور وتعمل حاجه تكون لايف كده لذيذه. يعني طب ممكن طبعا تمشي بالعربيه هنا ساعه ساعتين والمكان تحسه لسه ما خلصش. يعني هو هنا لان ما بيرتبطش شويه بمواسم، لان هو يعتبر العامل البشري داخل فيه بشكل كبير، هو بيكيفه التربه او المكان اللي بيزرعوا فيه على درجه الحراره اللي تناسب المكان ده. يعني هتلاقي مثلا هنا في حاجات زي ما قلت لك، حاجات بيوصلوا لدرجه حرارتها لدرجه معينه علشان تطلع، يعني الناس اللي بتفهم بقى في الزراعه هم اللي ممكن يكونوا بيفهموا في حاجه زي كده. طرق الري هنا يعني برضه هتلاقي في انظمه مختلفه هنا للري. حلو المكان بصراحه، يعني حلو انك لو انت بتحب في ناس يعني بتحب الورود والزراعه والكلام من ده. الناس طبعا اللي شغاله في بتعمل حاجات في اللاندسكيب والكلام ده هتلاقيهم بيحبوا الاماكن دي. يعني احنا ممكن ناخد جوله كده الاول وبعد كده نروح نقف في مكان نصور فيه. فده مثلا مكان يعني بيغطوه اوقات تقريبا لما بيبقى فيه مطر او كده بيغطوه، لما يبقى الجو حلو بيبداوا ان هم يفتحوه. الحاجه دي مع الربيع والكلام ده طبعا النباتات اللي هي موجوده دي بتطلع وبتلون بقى الالوان بتاعتها، وبيبداوا ان هم يبيعوها سواء هيبيعوها للسوق المحلي او يبيعوها للسوق الاوروبي بشكل كبير، لان هم بدأوا ان هم يصدروا الكلام ده لدول في اوروبا وفي دول الخليج بشكل كبير. يعني المكان حلو والنباتات حسها مختلفه، يعني ده شكله انا ما بفهمش شويه في الزراعه بصراحه، بس ده مثلا هتلاقيه ده 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 نوع وده نوع تاني. لما يعني طبعا لما بيكبر الحاجه دي بتبقى شكلها مختلف. تعالى ممكن احسن ان هنبص هنا هناك هتلاقي ان شويه ده تحس ان هو عمره اكبر من ده، فممكن تحس بالفرق شويه. هنا ده تحس شويه ان عمره اكبر فحجمه وغالبا هو بيبدا يتباع بالحجم ده، يعني هم بيبداوا ان هو يبيعوه ويستخدموه بعد كده بالحجم ده. ممكن يكون الحجم التاني ده لسه شويه محتاج رعايه معينه او محتاج
يعني شويه وقت لغايه لما ان هو يطلع، وتحس ان هو بقى الالوان بتاعته بتبدا تختلف. يعني هتلاقوا ان المكان اللي فوق ده شايفين مثلا دي حاجات ليها علاقه بالرش، يعني ليها علاقه بموضوع الري، والاماكن دي بتبقى سهل تخطيطها في اي وقت مع العوامل الجويه المختلفه. وفي اماكن هندخلها دلوقتي متغطية اصلا بالكامل، فتحس ان درجه الحراره فيها برضه مختلفه عن بره. هنشوف دي حاجات كلها ليها علاقه بموضوع الميه بتيجي ازاي وبتبدا تتوزع ازاي والكلام من ده. يعني مثلا واحد ده هو شغلانته في الانشاءات او في الكونستراكشن بشكل عام، فهو بيشوف اسمنت، بيشوف طوب، وتيجي في وقت من الاوقات ماشي في المكان زي ده، فيبدا يحس ان هو فعلا الحاجات دي ناعمه، احنا ممكن نكون ما ناخدش بالنا منها بشكل كبير. يعني كل انت بتشوف الخضار اللي حواليك يمين وشمال، والمكان ده كله يعني هو كان حتى الهواء فيه مختلف، يعني النفس فيه مختلف عن الاماكن اللي انت ممكن تشوفها في اي حته تانية، سواء في طريق تاني، في انشاءات، في اي ما يكون يعني. فبصراحه مكان حلو ومكان تحب انك تعيش فيه. يعني في ناس هنا عايشه حياتها كلها. احنا مثلا عندنا كان في مكتب هنا كده، المكتب ده بيت مطبخ بحمام باوض للناس بتنام فيها، ناس عايشه في المكان. فحد عايش يعني، ممكن مثلا لو الكاميرا تيجي تتصور كده فتلاقي ان هو بص في حاجة غريبة. أنا يعني ما أعرفش دي مية دي ولا إيه؟ يعني مية جاية من مواسير عامة بتتوزع بشكل معين. بص هتلاقي إن دي توزيعات مختلفة بتطلع علشان تدخل هنا. يعني ده هنا، بص شايف ده كده؟ بينزل جوه السما علشان يسقي الزرع ده. ايه ده؟ الجو دافي، تحس ان هو مشغلين دفايات. يعني هنا المكان ده متغطي، ففي انا يعني عايز تلبس صيفي على طول. تقريبا نوعيه النباتات اللي هنا مختلفه، او لسه الحاجه شويه مش ظاهره. بس تعالى كده بص قدام، في كلام حلو قوي قدام. يعني عاجبني انا بصراحه موضوع الانظمه اللي هم عاملينها في موضوع الري بصراحه. معرفش هو ده اصلا حاجه موجوده من زمان وانا اللي جاهل فيها، بس ولا هي اصلا حاجه جديده فعلا وتستاهل ان الواحد يبقى مبهور بيها. يعني بدرجات حراره مختلفه يبدو ان هم بيقدروا ان هم يطلعوا الحاجه بشكل اسرع. فانت عندك مثلا هنا الورد بدا يطلع اللون البامبا ده، ما اعرفش ده اسمها ايه، بس في واحد صاحبي حتى الراجل اللي بيصور له ده واحد هو اللي قال لي على المعلومه دي، صديق اسمها موبيزه حاجه كده يعني، بس شكلها حلو. يعني شكل النباتات ده يعني ده لسه شكله في الاول، فلما هيجي يطلع بعد كده هي في لون احمر هناك وفي لون، ومش عارف لو حد يعرف ممكن يكتب لنا النبات ده اسمه ايه يعني، او الحاجه اللي اسمها ايه. يعني حتى ممكن نعمل زوم على الحاجه على القصريه دي، حد يقول لنا ده اسمه ايه. احنا هنا في مكان تاني، يعني دخلنا اوضه تانية، بس اوضه بقى تفهم. عارف بقى انا بص، يعني حتى ال معرفش ده طلقيت من فوق، يعني حتى لو جيت هتلاقي بقى بص موجوده، بس معرفش ده مش موجود، بس تقريبا هما كاتبين اسمه هناك. فتعالى كده نبص على اسمه ويا رب نعرف نقراه صح. تقريبا بقى ده اسمه ايه؟ اسمه اوركيد او بص تعالى كده
فكره الراي هنا اصلا يعني الفرق ما بين، ودي برضو معلومه على مسؤوليه المصور ماليش دعوه، اللي بالطنقيط او بال ان هو يغرس الابره في 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 المكان في الطبق ده، ان هو ممكن يحط السماد برضو بتاع بتاع النبات ده فيه مع الميه. الرش اللي بالطنقيط بقى من فوق ده اعتقد حاجه مختلفه يعني، والله اعلم. فبس المكان حلو يعني، المكان انت بصيت كده يعني هنشوف لو قدرنا ان احنا نصور الحاجه كده بشكل واسع، المكان تحفه يعني. هنا بقى المطحنه اللي احنا شايفينها دي او الطحونه اللي احنا شايفينها دي بتبقى بتعمل ايه؟ دي بتخلط اللي هو بيطلع من الحيوانات اللي هو اسمه روس البهائم، وبيخلطوه بالتراب بنسب معينه علشان يطلع التشيم الطينه اللي هي بتتزرع فيها النباتات دي. تعالى كده نشوف. يعني مثلا ايه، ممكن بقى حاجه تحسها زي الفحم كده، معرف صراحة ده بينطحن تاني ولا ايه، بس هو بيطلع كده يعني. ده الشكل المفروض النهائي اللي بيطلع بيه، ويبدو ان هو بيتحط هنا وبيبدا يترفع ويتخلط بشكل معين علشان يطلع الناحية التانية كتراب يعني. حاجه كده المكان ده يحسسك الناس اللي اتفرجت على فيلم مافيا زمان بتاع احمد السقا لما راح عند الجزار وعمل المشهد الاخير ده اللي هو تؤم امركم عجيب ايها المصريين، تؤمنون باشياء غريبه، الحب، الحظ. امركم غريب ايها المصريون، تؤمنون باشياء غريبه. احنا ما بنؤمنش الا بربنا. احنا ما كنا نعلم انك متدين. سبحان الله، يعني انواع واشكال والوان مختلفه تماما في نفس المكان. يعني مثلا تقريبا النبات اللي احنا قدامه ده ما بيطلعش في الشمس، يعني هو لازم يتعرض لحراره معينه او لظروف معينه علشان يقدر ان هو يطلع فيه، لانه طلع في الشمس ممكن يموت. النبات ده اسمه الاجل ياسمين، يعني نوع من الياسمين كده، اخضر، احمر، اصفر، في برتقالي هناك، في حاجات مختلفه جدا. مكان حلو والله، واحسن حاجه فيه لو انت مثلا موجود هنا في البرد في الشتاء انت مش حاسس يعني انا حران اصلا دلوقتي، انا لابس شتوي فحران، درجات الحراره معينه وعاملين ليها تكيف معين، صراحه شيء مبهر يعني. حتى لاحظت ان هناك ما بيعبوش الحاجات دي، ما بيعبوش العلب دي بايديهم او بنفسهم، لا ده في مكان هو كل حاجة هنا الكتروني يعني. خليني بقى اوريكم المكنة دلوقتي اللي هي بتعبي العلب والجرادن دي. شكلها مختلف شوية، او يعني هما هنا بيحاولوا ان هما يحاولوا الموضوع بعد كده ميكانة النباتات، فبيحاولوا ان هو كل حاجة يعملوها عن طريق مكن. فدي مثلا مكنة بالشكل ده كده، هو كل جردل بيتحط بينزل من هنا، يعني بيحطوا الخليط الميكس اللي هم عايزين يعملوه في المكنه هنا وبتطحنه بشكل معين وبيطلع كده. بعد كده بيقدر ان هو يعبي الكلام ده. ليه احجام صغيره يعني، في الحجم الكبير ده ليه مكان، الحجم الصغير هنا ده ليه مكان. يعني هو يعني مش شغاله دلوقتي، لكن ده تقريبا هو الشكل بتاعها يعني. لو لاحظتوا هتلاقوا انه في موجود برضه هنا بحيره صناعيه هم عاملينها، يعني مجموعه الشركات بتاعه المشاتل اللي موجوده هنا دي. ده تقريبا مكان بيخدم على كل المكان يعني، على المساحه كلها.
وفي تمديدات ميه واصله بحيث ان هي يا اما بقى تضخ ميه هنا يا اما تسحب ميه من المكان. المكان كبير جدا اكبر من ما كنت انا متخيل، تقريبا حوالي 1,000,000 متر مربع رقم هلامي كده، عمالين نمشي بالعربيه بالساعات. مدينه يلوى هي مدينه صغيره اصلا، يعني في الاصل مدينه مش من المدن الكبيره اللي معروفه بمساحتها الكبيره في تركيا، لكن مع الوقت بتكتشف ان هي برضو فيها حاجات اكبر من حجم المدينه او الحجم اللي تسوق بيه المدينه. بنتكلم في مشتل كبير جدا، المشتل ده بيخدم على تركيا داخليا على السوق المحلي وكمان على السوق الخارجي في موضوع التصدير والامور دي. دي حاجه من الحاجات اللي موجوده في المدينه. احنا تقريبا عندنا قبل كده في سلسله مغطيه كل او اغلب النشاطات اللي موجوده في المدينه، هتلاقوها هنا في البايو. فيها سلسله فيها الحياه في يلوى كلها عموما، ايه النشاطات اللي انت ممكن تعملها في المدينه، ايه الحاجات دي كلها. يعني ان شاء الله هيكون في عندنا فلوجات تانية هتنزل عن انشطه تانية تقدر تعملها هنا في المدينه دي وفي تركيا عموما يعني باذن الله. سلام واشوفكم على خير.